ضيفتنا القادمة مريم مال الله الناطقة الرسمي للهيئة العامة لشؤون القصر، والحديث عن انطلاق مشروع بادر ويانا. معا يدا واحدة في الاهتمام بالأجيال القادمة، فهم الأمل والمستقبل لوطننا الغالي الكويت. فعلا هم المستقبل شباب الكويت، ولذلك تحرص الهيئة العامة لشؤون القصر لرعايتهم وصقل المواهب والأفكار المتميزة من خلال برامج متواصلة على مدار العام. وللتعرف على هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذة مريم مال الله الناطقة الرسمي للهيئة العامة لشؤون القصر. حياك الله معنا وسهلا المبارك. أهلا مرحبا فيكم. الله يجزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافة. الله يسلمك. أبرك الساعات. في البداية نتكلم عن خدماتكم الجديدة المقدمة بإذن الله. طبعا الهيئة العامة لشؤون القصر ولله الحمد أكملت حاليا 50 خدمة إلكترونية عبر منصة الهيئة، وكذلك عندنا 40 خدمة من خلال التطبيق الحكومي الموحد سهل. هذه الخدمات مصنفة على 8 تصنيفات عشان تسهل حق المراجعين يعني تقديم طلباتهم بشكل سهل وميسر. الجديد اللي ضفناه اللي هو في تطوير خدماتنا اليوم، ان اليوم الخدمه يقدمها المراجع سواء عن طريق تطبيق سهل او عن طريق موقع الهيئه او من خلال الحضور من خلال مبنى الهيئه، بامكانه متابعه معاملته من خلال الاشعارات اللي قاعد توصله عن طريق تطبيق سهل، فيعرف اذا تقدمت الخدمه، ان تم قبولها، انتهت، تم تحويل المبلغ الى حسابه في البنك. فبهالطريقه من خلال الاشعارات يقدر انه هو يتابع معاملته ويعرف ان قبلت او رفضت. ممتاز، يعني هذه نقطه جميله وايضا مهمه خلينا نتكلم فيها شوي اكثر. بعد التطور اللي قاعد نشوفه مثل ما تفضلتي استاذه مريم، يعني في الموقع الالكتروني اللي تقدمه ايضا الهيئه للقصر، هل يحتاج اليوم انه يراجع الهيئه ولا خلاص يستكفي بس بالموقع الالكتروني؟ طبعا هو في لا زالت بعض المعاملات لازم تتطلب الحضور الشخصي من المراجع. حلو. ولكن سعينا بشكل كبير ان اليوم نسهل على المراجعين عدم الحضور، وذلك من خلال الربط مع العديد من الجهات سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. ومؤخرا حتى كان عندنا ربط إلكتروني مع اللي هو وزارة العدل، إدارة التوثيقات العقارية، وأيضا تم افتتاح مكتب للتوثيق العقاري داخل مبنى الهيئة، علشان إذا في حضور ويتطلب توقيع من قبل الورثة أو من قبل ممثل القصة يكون داخل مبنى الهيئة، فما يتعنى أنه هو يعني يروح مشوار ثاني حق العدل على أساس أنه هو يوقع. بهالطريقة يعني حتى لو تطلبت حضوره ولكن قاعدين نسهل الوقت والجهد، طبعا يعني نوفر الوقت والجهد على المراجع، لأن اليوم خدمة هدفنا خدمة المواطن الكويتي. نعم. مشروع بادر ويانا 2024 كمشروع جديد ودي أتكلم عنه. طبعا مشروع بادر ويانا هو هذا مشروع تقدمه الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة الثانية على التوالي. بدينا في العام شارك، هو الهدف منه توفير فرص عمل للمشمولين بالرعاية خلال فترة الصيف. عارف فترة الصيف فيها الفترة طويلة، ودنا نستغل وقت فراغهم، نستغل طاقاتهم، نستغل إبداعاتهم، ونخليهم يعرفون مدى يعني القدرات اللي موجودة عندهم ومدى احتمالهم. فسعينا السنة اللي طافت، الموسم اللي طاف، إن احنا نسوي هذا المشروع، وفعلا شاركت معنا العديد من الجهات، وشارك في المشروع في السنة اللي طافت ما يقارب 130 قاصر. السنة طرحنا المشروع مرة ثانية مع جهات متعددة ومختلفة، وإن شاء الله راح يكون في، طبعا تم التسجيل حاليا، عرضنا 4 جهات لقبول المشتركين فيها من المشمولين بالرعاية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا راح تكون في جهات ثانية للعمل فيها. نعم. شلون يتم توزيع أيضا الطلبة على اللي يناسبهم من ميولاتهم؟ يعني خلينا نقول في مجالات متنوعة تنمي من مهاراتهم قدراتهم أيضا. طبعا هو الأساس في العمل هو العمل التطوعي. اختيار المجال أو اختيار الجهة أو المكان اللي يعمل فيه القاصر راح يكون برغبته. فسوينا منصة إلكترونية خاصة بالتسجيل، يختار الوقت ويختار الجهة اللي يرغب في أنه هو يسجل فيها. ففي عندنا شركات خاصة، في عندنا بنوك، في عندنا مراكز علمية. فبإمكان اليوم القاصر من فئة البنات أو من الشباب أنه هو يختار المكان اللي هو يرغب فيه. وطبعا لكل مكان هناك شروط خاصة تتبع الجهة نفسها اللي هي قاعدة تعرض التوظيف، من ناحية العمر أو في بعضهم لهم مقابلة شخصية. فمتى اجتازها القاصر راح يكون من ضمن الفئات، وإذا ما اجتاز في هذه المقابلة بإمكانه أنه هو يكون له أولوية في قبوله في أماكن أخرى إن شاء الله. أنا أيضا ودي أوضح شنو المجالات المطروحة في مشروع بادر
ويانا 2024 عشان نوضح اكثر للمشاهد الكريم. طبعا احنا سعينا لان يكون في بما ان احنا بدينا السنه اللي طافت فسمعنا لابنائنا المشمولين بالرعايه شنو احتياجاتهم، شنو رغباتهم، في اي جهات يحبون ان هم يشتغلون، فكانت عندهم اماكن معينه في بالهم. وفعلا بعد الدراسه والوضع اكتشفنا فعلا ان في اماكن تسعى الهيئه ان هي توظف ابنائها فيها، تكون يستفيد منها من الناحيه العلميه، من الناحيه الثقافيه، من الناحيه كذلك العمليه. اليوم هو راح ينطلق بعد كم سنه في سوق العمل بعد اكمال دراسته، فلازم تكون يمتلك هذه الخبره. صحيح. ففي بعض الجهات اختاروها ابنائنا المشمولين بالرعايه، وفي جهات فعلا الهيئه سعت ان هي تكون موجوده، جهات علميه، بنوك، بعض البنوك موجودين معنا، مراكز علميه معنا، جمعيات نفع عام، يعني من هذه الجهات راح تكون متعدده متنوعه. بامكان اليوم المشمول بالرعايه يختار الجهه اللي هو يبيها علشان انه هو يقدم عليها. ممتاز. مشروع بادر ويانا، هل في شروط معينه لقبول الطلبه في هذا المشروع؟ طبعا هو بدايه ما راح يكون في شروط غير انه هو يكون في سن ال 15 سنه فما فوق، ولكن كل جهه تحدد بعض الاعمار، يعني بعض الجهات مثال البنوك تبي عمر مثلا من 18 سنه، فراح يكون لهذه الجهه هذا العمر، ولكن الجهات الثانيه راح تكون مفتوحه فيها. بعض الجهات طلبت مقابله شخصيه راح يكون فيها مقابله شخصيه، لكن بالنسبه للمشمولين بالرعايه بالنسبه للهيئه اي شخص يكون مستوفي السن اللي هو 15 سنه فما فوق له الحق انه هو يقدم من خلال المنصه اللي عديناها، والتسجيل راح يكون الكتروني وقاعد يتواصلون معه في هذا الخصوص. يعني في متابعه لاداء الطلبه، وهل هناك مثل شهاده لاجتياز مثل هذا المشروع؟ طبعا هو في متابعه خلال فتره اكماله للبرنامج، طبعا البرنامج راح تكون مدته شهر، وفي دفعه ثانيه راح تكون على شهر، يعني راح يكون على شهر 7 وشهر 8 باذن الله. راح يكون في فريق مختص بأنه يقوم بزيارة المشمولين بالرعاية لمتابعتهم أثناء عملهم واستكمالهم للبرنامج بالكامل. في نهاية البرنامج واستيفائهم للمدة كلها راح يكون في حفل تكريم وفي جائزة تشجيعية لكل الطلبة أو للقصر اللي يستكملوا هذا البرنامج. ويعني السنة اللي طافت كان في حفل تكريم لهم، حضر معالي وزير العدل وتم تكريمهم من خلال هذا الحفل. ممتاز. والعمل الميداني أيضا دائما يصقل من خبرات أبنائنا ويطور من مهاراتهم، فشلون أيضا اليوم تسعون لإيصال أهداف يعني من خلال هذا المشروع، مشروع بادر ويانا؟ طبعا هذا المشروع سعينا أن ناخذ فئة الشباب، فئة الشباب هذه فئة حرجة جدا ويمتلكون طاقات كبيرة، وخاصة خلال فترة الصيف مثل ما ذكرت لك وقت فراغ كبير، فسعينا أن هما نستغل فترة الصيف نعلمهم قدراتهم. وتفاجأنا يعني من خبرتنا من السنة اللي طافت التزام أبنائنا المشمولين بالرعاية بالعمل في الأماكن أو الجهات اللي يشتغلوا فيها، التزامهم بالتوقيت، أدائهم للعمل بشكل جدي، لدرجة أن يعني بعض الجهات كرمت هذا المشمولين اللي اشتغلوا معاهم خلال هالفتره، فاستغلال هالطاقات من الشباب كان مفيد جدا بالنسبه لهم. نعم، عساكم على القوه، عسى الله يوفقكم ان شاء الله. آمين. من هالاعلى دائما. شكرا. موفقين ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله ما قصرت. ان شاء الله. طبعا ختام همسك مع الدقائق التي تفصلنا على انطلاق منصه 51، وهي الخدمه الرقميه لبث محتوى مرئي ومسموع عبر الاجهزه الذكيه والرقمية. نعم عيد، وتهدف دائما وزارة الإعلام من خلال هذه المنصة إلى مواكبة عصر التقدم، واللي راح طبعا تعرض من خلالها البرامج والمسلسلات ودورات رياضية بجودة عالية. عيد. نعم، احنا متواصلين معاكم، وراح يتم ان شاء الله اختيار اسم 51 لرمزية السنة اللي انطلقت فيها إذاعة دولة الكويت زميلتي أماني طبعا. نعم. وبهذا إن شاء الله نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، بالتوفيق إن شاء الله لهذه المنصة الخاصة بوزارة الإعلام. وبشذي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل نلتقي معكم غدا بإذن الله بنفس التوقيت. مع السلامة.